بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الكورونا فيروس، والحقيقة دي عيلة كبيرة وهي بيندرج فيها الكوفيد 19 اللي عامل لنا مشاكل الأيام دي، وهي فاميلي معروفة من زمان، بس كل شوية بيحصل فيروس جديد، يعني بيطلع لنا سترين جديد بيبقى مشكلة. هنتكلم عن كورونا فيروس فاميلي، وهنتكلم عن ديزيز كوزد باي ذيس كورونا فيروسز، وبالتفصيل هنتكلم عن الكوفيد 19، هنتكلم فيه عن الساينز والسيمتومز، وهنتكلم عن الدياجنوزس بتاعه، وكمان هنتكلم عن الفاكسين، وفي الاخر هنتكلم عن الكنترول بتاع الفيرال انفكشن. لو اتكلمنا عن الكورونا فيروس، الحقيقة ان دي فاميلي من الفيروسز، من اللارج فيروسز، وهو انفلوب دو فيروس، انفلوب ليه انفلوب من بره، والانفلوب عليه سبايكس كده، لارج كلاب شيب بروجكشن، يعني بروجكشنز كده، والبروجكشنز دي عتيال وشكل كأنه تاج، عشان كده هو اسمه كورونا من كراون، يعني فهو من اللارج فيروسز وانفلوب وليه بروجكشن، والبروجكشنز دي هي بقى اللي الجسم بيتعرف عليها. والانفلوب زي ما قلت لكم ان البروجكشن دي عامله كان محاوطه الفيروس كانه تاج حواليها، وبتديله شكل الكراون. كورونا فيروس بيكوز اباوت 20% اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وهو اول فيروس اتعرف في العيله دي، يعني الفيروس اللي بيعمل كومن كولد الزكام، و يعني اساسا بيبقى بيعمل ابر ريسبيراتوري تراك. في الايام دي بقى ظهرت السترينز الجديده اللي ممكن توصل للنيمونيا وحتى ايفن للدث. كورونا فيروس هي زي ما قلت لكم لارج فاميلي اوف فيروسز ذات كوز illness ranging from mild illness زي الكومن كولد الزكام العادي الراني نوز العادية جدا، لغاية the severe disease such as middle. عندي بقى تو كذا نوع من الديزيزز الحقيقة اكتشفت في السنوات الأخيرة. في عندي ديزيز اسمه middle east respiratory syndrome اللي هو ميرس، ده برضو بيعمل نيمونيا، وفي سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم اللي هو السارس، ده برضو بيعمل نيمونيا وممكن يعمل death. وهما يبقى اذا المرس والسارس برضو من عيلة الكورونا فيروسز، بس الحقيقة انتشارهم كان عملوا ديزيز في السعودية، حصل فيه انتشار مثلا للسارس في السعودية، بس كان ليميتد وما انتشرش على مستوى العالم زي ما حاصل في الكورونا دلوقتي. احنا بقالنا سنتين اهو بظهر لنا النوع الفظيع ده اللي هو الكوفيد 19، اللي هو ظهر او ما ظهر في ووهان في الصين في سنة 2019، في ديسمبر 2019. وده عبارة عن new strain that has not been previously identified in human، ما كانش موجود في الهيومن، بس اتنقل طبعا للهيومن. بعضهم يقول من الرات، بعضهم يقول من يعني عموما هو من الحاجات اللي عملنا مشكلة جامدة جدا، وبيحصل ميوتيشن وكده، وربنا بقى يسهل. ايه الساينز والسيمتومز اللي ممكن تحصل للعيان اللي بيصاب بالكوفيد 19؟ يحصل فيفر، ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يحصل معها كف، ممكن يبقى الواحد نفسه ضيق كده ومخنوق، والتهاب في الحلق وهدك، ممكن يحصل معاه loss of taste and smell، ممكن ما يجيش بده خالص ويجيب vomiting ودايريا. طبعا بيحصل فيه weakness ومسل ايك وبون ايك، يعني الحقيقة برضو من الحاجات الرزلة جدا. وكمان لو وصل بقى لللنج للأسف بيحصل shortness of breath and breathing difficulties، يبقى العيان مش قادر ياخد نفسه، ونسبة الأكسجين ليفل بتبقى قليلة، ويبدأ العيان يحتاج بقى الأكسجين، وبتبقى مشكلة دي. في سيفير كيسز انفكشن كان كوز نيمونيا، ممكن يوصل لحد ان هو يعمل العيان نيمونيا. النيمونيا دي زي ما قلت لكم من زمان، يمكن ده الكوز اوف ديث نمبر 1 على مستوى العالم. فالحقيقة النيمونيا دي كارثة، وبالذات في الاولد ايج.
وممكن يعمل severe acute respiratory syndrome وممكن يعمل kidney failure and even death. بنسمع طبعا كل يوم عن عدد الوفيات من كورونا اللي من نتيجة الديزيز ده. فهو الحقيقة يعني أول بيبدأ مثلا ممكن بفيفر بهادج بماسل ايج بسور ثروت، أول ما يدخل على اللنج يبدأ بقى في كاف وفي shortness of breathing و difficulty breathing difficulties ويبدأ الأكسجين ليفل يقل ويبقى العيان محتاج يتحجز في مستشفى. ممكن ما يجيش بأي signs و symptoms من دول، وممكن يجيب diarrhea، ممكن يجيب نوزيا وفوميتنج، ممكن يجي حتى دلوقتي ممكن يجي في بعض الأطفال بيجي بسكين ريش، يعني الحقيقة بيجي بصور مختلفة جدا. طب ايه بقى الـ recommendation to prevent infection؟ الحقيقة طبعا زي ما انتوا خدتوا في الحصة بتاعت الانفكشن كنترول، مهم قوي الهاند ووش. الهاند ووش ده مهم جدا، يعني الواحد ما يستهونش بيه. كذلك ان الفيس ماسك مهم جدا جدا جدا، وطبعا avoid close contact، حتة التباعد الاجتماعي بقى، يعني مش بقى احنا خلاص لازم social distancing، يعني الواحد يبقى بينه في سبيس بينك وبين اللي انت بتكلمه، ما تقربش من حد، ما تسلمش على حد. الحقيقه لازم احنا اتغيرت حاجات كتيره قوي في ثقافتنا، بقالنا سنتين بنظام تاني خالص غير اللي احنا كنا عايشين عليه، يعني لازم يبقى الواحد واخد باله كويس قوي. يبقى اهم حاجه هاند ووشنج، فيس ماسك، كفر ماوث اند نوز وين كافينج اند سنيزنج. ما تنشرش الميكروب في الجو، لا يعني تغطي بقك، ايضر تكح في كوعك، يعني تكح في كوعك كده، وما لو تغطي بقك بمنديل بحاجه، المهم ما تنشرش الميكروب. وافايد كلوز كونتاكت، سوشيال ديستانسينج مهم جدا جدا، و افويد تاتشينج يور ماوث اند نوز الحقيقه، والاي كمان، يعني ما تقعدش طول ما انت تمسك بقك وبعدين تقوم ماسك عينك، لا ده بيزود الانفكشن. زي ما انتم شايفين هنا avoid crowd، اي مكان فيه زحمه ابعد عنه. دلوقتي معظم في وظايف كتير قوي بتورك فروم هوم، يعني اونلاين ورك ده بقى احنا دلوقتي بنورك فروم هوم، ف stay at home. لو ما فيش اي يعني لو ما فيش مشوار مهم ما تنزلش ابدا. avoid social gathering، التجمعات العائلية بقى والحاجات دي، العزومات والخروجات والحاجات دي برضو نقللها قوي. و avoid shaking hand with others، ما فيش سلام، السلام من بعيد. وكمان avoid meal gathering، العزومات والافراح وحتى العزاء، يعني على قد ما تقدر ما تحضرش الحاجات، يعني تقلل قوي من وجودك وتبقى واخد كل البريكوشنز بتاعتك. طب الدياجنوزيس بتاع الديزيز ده هو ايه؟ بيتعمل مسحه، بتاخد مسحه نيزوفارينكس، وبتعمل بي سي ار، او ان احنا نشوف نعمل ديتكشن ايذر تو ذا فيروس اور تو فايرال انجن اور انتي بودي في الايه في البلود بالإلايزا تيست. طب هل في فاكسين للكورونا فيروس؟ طبعا الحمد لله من الوقت في كذا فاكسين، من بدأوا يظهروا من اول ديسمبر 2020، وبعد كده كذا شركة بقى بدأت تطلع. اول واحد طلع فايزر، والحقيقة فايزر ده عبارة عن ماسنجر ار ان اي فاكسين نوعه، وده نوع جديد الحقيقة، وبيعتمد اساسا على الماسنجر ار ان اي. وبعد كده في عندي استرازينيكا فاكسين، والاسترازينيكا ده فايرال فيكتور فاكسين، باخد الجين اللي بيبقى مسؤول عن الفايرال سبايكس اللي على الانفلوب، وبعمل له انتجريشن في بيناين فيروس كده، فيروس مش بيعمل ديزيز، وبقدر ايه بيبقى اكسبريسد فيه، وبيطلع البروتين بتاع السبايكس دي ويتعرف عليها الجهاز المناعي ويكون انتي بادي اجينست ات.
فبنقول عليه ده عبارة عن فيرال فيكتور فاكسين. كمان في الفاكسين بتاع جونسون، شركة جونسون، اسمه الفاكسين ده برضو طلع في مارس السنة دي، وده برضو فيرال فيكتور فاكسين. وفي بقى موديرنا برضو فاكسين، ده عبارة عن برضو ميسنجر ار ان ايه. وفي ساينوفارم اللي هو خلاص ابروفد السنة دي برضو في مايو، والساينوفارم دون inactivated فيروس فاكسين، يعني الفيروس عاملين له inactivation وكيلينج بايذر بقى بفورمالين بي او في وات ايفر، وده الفاكسين الصيني وبيستخدم ومش وحش برضه. فاذا عندي كذا نوع، وفي لغايه دلوقتي في حوالي 13 نوع من الفاكسينز، بس دول اللي خدوا الايه الابروفال من منظمه الصحه العالميه، وبيستعملوا على نطاق واسع في مستوى على مستوى العالم كله. طب الايه التريتمنت بتاعت الفيروس؟ الحقيقه التريتمنت سيمتوماتيك، فلو في سخونيه بدي انتي بايريتك، لو في هادك بدي ومصل ايك وكده بدي بانادول او كده، المهم اي سيمتوم بديها بحسنها بحاجه تبقى يعني تحسن حياه المريض. ولكن لو السيمتومز زادت واشتدت عن انها تبقى اكتر من انها تبقى كومن كول، لازم استشير الدكتور، والدكتور وبعدين لازم بقى بيحصل قياس للاكسجين وكده. لو العيان محتاج الاكسجين ليفل بتاعه قل بيدخل المستشفى وبيبقى ايه هوسبيتالايزد. طبعا لازم العيان ده ياخد بلينتي اوف فلويدز، و ولازم يبقى فيه كومبليت ريست، وطبعا ربنا يشفي جميع مرضانا يا رب. كده انا خلصت الفيروس ده، وده من اهم الفيروسز. اي هوب ان انتوا يعني تبقوا عارفين البريفنشن بتاعه مهم قوي، الانفكشن كنترول ميجرز مهم قوي، الفاكسينز تبقى عارف الفاكسينز وانواعها، نوع الفيروس هو RNA enveloped RNA virus و it has viral spikes. ويعني هو موضوع سهل جدا، بس هو كفيروس وديزيز صعب جدا، بالذات لو وصل اللنج وعمل نيمونيا. ربنا يعافينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. و I hope لو في اي اسئلة contact me. Thank you.